بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وأن الأنبياء والرسل الكرام أرسلهم الله بعد تربيتهم تربية ربانية. نرجع إلى نفس الآية، آية 111 من سورة الأنعام لبستيو، ولو أننا في حالة اللي ربي ينزل إليهم الملائكة، يرون الملائكة نزلت على شكلها مش البشري، شكلها الأصلي، وكلمهم الموتى، عارش معناها الموتى يكلموا فيها مختلف. احنا عندنا الدجال بزين في العالم كله، يقول لك أنا مخاطب الموتى، هو جدك الفلاني ينظرك ولا يبشرك وهكذا، تجهيل ويأخذوا أموال بطريقة ملتوية. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرناهم، جمعناهم حشرنا عليهم كل شيء قبل كل شيء، ولا أمام فاس فاس ولا زمر ولا زمر، زمر الملائكة من نوع ما، زمر من الملائكة من نوع آخر، زمر إبليسية، زمر حيواني، وين مزار قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا، يعني مش مالي مسلوب منهم كفاءات بتاع التقاط الآيات والبحث عن معانيها الصحيحة، مش معانيها الكاملة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا، قدام كل شيء قدام، ولكن عليهم تولي جاءهم نبينا عليه الصلاة والسلام الغالبية السائقة عمي، ما فهموش اللي هذاك الحب الأول يا رب العالمين، ما فهموش. وانتم سبقا وصفتموه بالصدق الأمين، اليوم تتقلبوا لأنه جاءكم شيء أنفسكم لا تقبلوا، جاءكم التوحيد، وقتينتم غارقين في الشرك والضلالات والمفاسد بكل ألوانها. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، اجمع لهم ربي كل أنواع خلقه، واش مش تعرف لي الله وحده اللي خلق ورزق وعلم وراقب وحاسب ولا ينسى شيئا أبدا. نسأل الله فأن تساهم أنفسهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثر المزردين إكرازوا بسي سلولا بسي كمان ديريز أبوك سلوكو فيزيك إي مورال إي سبيريتو، إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ربي يحكم على الأكثرية جهلة، يمكن تتعاملوا يا مؤمنين يفهموا الآية هذه، ركب تتعاملوا مع جهلة، توارثوا الجهل، وقت اللي يقدموا لي قدمك احنا عن العلم وانتم لا علم لكم، قلت والله بعد قلت الله لم يبعث، قولوا لك ليه مين جاكم، جاهم الجهل، الجهل ما كي جاوب جيبوا جواب خاطئ 100%، لأنه جاهل لا يعلم ولا يعرف بتيت كونيسونس ديريان دي تو إنه كونيس باسا يسو إن يرون توسكي مام انسينيفيون يسو إن يرون سيبوكوا يسو نوي دون لي فورفي اي دون لي كريم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كلار
انفصلوا، ما كانوا يؤمنوا، يعني اي شيء يبعث لهم ربي ان تنزل انزال الملائكه انطاق الموتى وحشر كل شيء امام اعينهم، فهم لا يرون لا فيزيائيا ولا روحيا ولا عقليا. ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. والسلام على امه الاسلام من اولها الى اخرها بفضل الرحمن.